وزير الخارجية: التطبيع مع الأسد هو سياسة أمر واقع. التحقيق مع 9 شيشانيين بتهمة تمويل تنظيم داعش. حاكم فيينا: ندعم تعزيز مراقبة المدينة بالكاميرات لمواجهة العنف. وتعرض تركي للضرب من 20 شخص من عصابة 505 العشائرية. مداهمة صالونات أظافر لامرأة فيتنامية تعمل بالأسود. المنظمة الأممية في النمسا خلقت 20,000 وظيفة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ أن حل الصراع في سوريا يتطلب تعاون جميع الأطراف ودعم المجتمع الدولي. وأشار شالنبرغ إلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي السورية، مما يجعل الحل في سوريا غير ممكن من دونه. وأضاف أن هذا التوجه ليس تطبيعاً كاملاً، بل سياسة واقعية مع تأكيد دعم دول مثل كرواتيا وسلوفينيا والتشيك لهذا الموقف. ودعت النمسا وبعض الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي لفتح قنوات اتصال مع الأسد لمواجهة أزمة الهجرة. أعلنت مديرية أمن الدولة والمخابرات النمساوية عن تفكيك شبكة متورطة في تمويل تنظيم داعش، حيث تم توقيف 9 أشخاص بينهم امرأة بتهم دعم الإرهاب. وكشف وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن التحقيقات التي قادها مكتب المدعي العام في فيينا أسفرت عن عمليات تفتيش منسقة في 5 ولايات هي فولاربيغ وسالزبورغ وكيرنتن وفيينا والشايرمارك، وبيّن أن المشتبه بهم من أصل شيشاني. وخلال التفتيش صودرت هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وجواز سفر مزيف، بالإضافة لمبلغ نقدي كبير، فيما وصف كارنر العملية بأنها ضربة مهمة ضد تمويل الإرهاب. أعلن ميخائيل لودفيك حاكم فيينا عن تنفيذ خطة جديدة لمكافحة العنف في العاصمة تشمل زيادة عدد كاميرات المراقبة في الشوارع. وجاء الإعلان عقب الاشتباكات الأخيرة بين عصابات سورية وشيشانية في المدينة، وأوضح لودفيك أن الخطط تهدف إلى تعزيز الرقابة ومحاصرة جرائم العنف خاصة في الحي العاشر، وأظهر أن التدابير السابقة لم تحقق النتائج المرجوة، مؤكدا أن زيادة كاميرات المراقبة في وسائل النقل العام قد حسنت من شعور الأمان بين السكان، وستدعم أيضا جهود الشرطة في مواجهة أعمال الشغب المتكررة. وأيضا تعرض شاب تركي لاعتداء وحشي في فيينا، حيث هاجمته مجموعة مكونة من 20 رجلا ملثما مساء الخميس أثناء عودته من العمل، يعتقد أنهم من العصابة العشائرية السورية 505. واستوقف المعتدون الشاب عند محطة حافلات وانهالوا عليه بالضرب بعد معرفتهم لخلفيته التركية، وسحبوه إلى شجيرات قريبة وأصيب بجروح خطيرة، تم نقل الشاب الذي عانى من كسور في الوجه وتمزق بالأوتار، تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. الهجوم الذي يعتقد أنه مرتبط بعصابة 505 السورية هو الثاني في المنطقة خلال أسبوع، حيث تم القبض على 2 من المشتبه بهم وهما يواجهان تهم الاعتداء ومحاولة القتل. استهدفت السلطات المالية وشرطة الأجانب في النمسا صالونات أظافر مملوكة لامرأة فيتنامية في ولايتي النمسا العليا وكيرنتن، مع أسفر عن اعتقال أكثر من 10 أشخاص. وخلال عملية تفتيش روتينية في يونيو لم يتمكن موظفو الصالونات من تقديم إثباتات هويتهم، واكتشفت الشرطة أن المستندات المقدمة كانت مزورة، لذلك تم اعتقال 7 نساء في النمسا العليا و5 في كيرنتن. ويواجه المالك غرامة تصل إلى 240,000 يورو بتهمة التوظيف غير القانوني. وأكد وزير المالية ماغنوس برونر على أهمية التفتيش لمكافحة العمل غير المشروع وضمان التزام الشركات بالقوانين. أظهرت دراسة حديثة أن المنظمات الدولية في النمسا وخصوصا في فيينا تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المحلي، حيث تخلق نحو 20,000 وظيفة. وتستضيف النمسا أكثر من 50 منظمة دولية بالإضافة إلى 120 سفارة، مما يعزز الاقتصاد من خلال إنفاق الموظفين المحليين.
وأوضح تقرير معهد الأبحاث الاقتصادية فيفو بتكليف من وزارة الخارجية أن تأثير المنظمات الدولية ارتفع بنسبة 4% مقارنة بالدراسة السابقة في 2020، حيث ارتفع التأثير الاقتصادي السنوي إلى حوالي 1.7 مليار يورو، وتساهم فيينا ب 67% من هذا التأثير، تليها النمسا السفلى بنسبة 14.5%. ومع نهاية نشرتنا نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، وأذكركم بضرورة تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم. أطيب الأوقات، كنت معكم أنا أدهم اللجي، إلى اللقاء.